يلا مودي مودي يلا تعال جاي بابا يلا تعال. سويت ما سويت؟ ايش لعبت؟ هذا كانوا جماحتي بالدراجة. كنت طخيت لك واحد بالدراجة ولك؟ لا. يا عائشة يدك يلا. يا قوي يا عظيم يا الله يا رب. يا رب يا عظيم. الله. عندي اكسار كثير احتاج اسويها اليوم. مودي مودي. ها بابا. حضر لك مفاجأة حلوة، بقت بس يمك الألوان. أكيد جايب لي تلفون جديد. لك يا تلفون، اشترينا سيارة. بابا والله اشترينا سيارة. تعال تعال خلي اشوف حتى نشوف الالوان مالتها. تعال بابا والله فرحتني. تعال شوف شوف خلي هذه بابا شوفني، هاي الحمراء وهاي السوداء وهاي البيضة. اوقف اوقف بابا، هاي حلوة. هاي السوداء؟ هي حلوة. يلا ناخذ هاي السوداء ولا يهمك، ناخذ هاي السوداء. عجبتك هذه؟ اي والله عجبتنا هاي السؤال. يلا ناخذ هاي السؤال هسه نخابر لك. شنو السبب اللي خلى ابوي هيجي اسلوبه وتعامله وياي؟ هل هذا زيادة الاهتمام بي يخلي هيجي يصير حريص علي وهواية، يحاسبني هواية، دائما يشدد علي من اطلع؟ انا ما اتحمل هيجي. طاح هزق شوي تونس، لان كله ضايج والعمال نفس من البيت، فقلت شوي اغير الجو. وجيتك بشغله تقول لك اياها هسه، مو راح اجمع اصدقائي، قالوا راح اروح لاربيل، فقال لا تحب تجي ويانا نعطيك تذكره مجانيه. حبيت اخذ رايك اقدر اروح وياهم؟ طلعت ويا اصدقائك شويه اجتنا بسافره. يلا مو جيتك بسفره، انا بوصل وهاي ما متفق وياهم، فرحت لهم قالوا اذا تحب ويانا تعال نعطيك تذكره مجانيه. انا اصير وين ما متفق وياهم، اقول لك لا كسفره ولا كهذا، انا حتى الولد ما اعرفه. شنو تقول لي سافرة شنو هاي؟ يا بعرفهم أصدقاء من زمان. وأنت تعرفهم، أنا كل شيء ما أعرف عليهم. شلون يا بعرف؟ إيه ما أعرف عليهم كل شيء، كل شيء ما أعرف عليهم. يا رب استرك يا رب. سخبات يعني ما أروح بعد؟ إيه ماكو سفر. ماشي ما راح أكسر كلمتك. أنا ما أريد أختلط وياهم، النوب جابني سفرة يا ربعة، شلون مصيبة هالولد هذا؟
هلا بشلونك؟ هلا هلا بابا، شلونك انت؟ صحتك احوالك؟ ان شاء الله زين. بخير الحمد لله. حياكم الله. ها ولك يا شيخ مبدل، وين رايح؟ والله طالع ويا جماعتي. هم جماعتك حيدر. ايش فيهم جماعتك؟ شو الضوج؟ والله يا حيدر دمرتني بجماعتك، حتى ما اعرف لهم. يا بلد الباك ترى ودي اطلع وياهم خوش وكلش زينين، والله العظيم يعني نروح نفتر شويه وناكل شيء ونرجع البيت، ما عندنا غير مكان ابد. يلا بابا روح اتونس ويا جماعتك. يا بس هذا سويتش السيارة لو طلع لها جماعتي بالسيارة. لا حبيبي لا سويتش السيارة ولا هاي، روح يا جماعتك بدنا سويتش السيارة. ما ادري ايش بيك، شو ضايج؟ اكو واحد مضاوجك؟ بابا شو تطمن عنده جاي يروح، والله يكرهني والله يكرهني. طلعت من عندي السيارة ما يكفي ينطيني اياها. اطلع يا جماعتي. وين طالع يا جماعتك؟ مو زينين، انت جاي تطلع عن الطريق. وانا كش من ماذا اسوي؟ ما يحبوني. حيدر ترى بابا يحبنا ويخاف علينا. يا دوب تلقى هيك اب. لا يكرهني حيدر، ماكو اب بالعالم يكره ابنه، هو يخاف عليك من جماعه السوء واللي الانحراف. الانحراف؟ اريد اشوف الانحراف. مية وعشرين بخمسة وأربعين يصير خمسة وأربعمية، وأربعمية مادة تنزل. أبو حسن هذا إن حسابهم هذي وشغل مال دول هم الولد همين. الله يساعدك يا أبي. هلا بيهم هلا، وذن والله شقت عندنا بركت عندنا. حيدر صاير شيء؟ اشوف متوتر كلش، شنو الموضوع؟ لا ما صاير شيء، بس عندي موضوع وياك. شنو الموضوع حيدر؟ محتاج فلوس. ادري ليش انا مخليك بعازه حتى تطلب منه فلوس؟ يا بنت ما خلني بعازه، بس انا من اطلع اصدقائي لا اقدر اصرف لا اكثر ولا اقل. ابني هذا الموجود، اذا ما يعجبك اشتغل واصرف على نفسك. يا بي هي مو قصه تعتمد على نفسي، قصه شوي زي الراس يعني ما يكفيني. تقوم قوم انا فارغ لك هالسوالف هاي مالتك التعبانه. شوف انت وصلت خبر البابا، انا اشرب سجاير اكسك تكسر هنا، فهمتني؟ دير بالك دير بالك. Thank you.
شنو هاي؟ شنو هالفوضى هاي؟ ملابس لا حبيبي لا سويت السيارة ولا روح يا جماعة تقبل أن سويت السيارة يا رب. وين أخوك؟ ملابسه وحوسته وجي قال المن أخوك وين؟ حيدر وين؟ هدومه وملابسه وجقائله وين؟ سولفني ها ما ادري بي هدومه وملابسه وجقائله وينه؟ فهمني وطلع هذا ماكو فلس ملح وذار شامي المنطقة كلها فرصة ولا أنا ذكر وين راح فهمني وين راح هلكت هلاك أوف يا أبا الله ينتقم منك كاش شلع قلبه هذا أوف يا أبا أوف زين بابا شنو الحال؟ الحال نطلع الصبح وندور عليه أمرنا لله شوف وين راح هذا وين راح ما تقول الخاطر الله والله دمرت
يلا يا ابي قوم صب لنا عشاء قوم اكل. بس ليش تبه الحاله في ضايج مهموم ملابسك ما مرتبه واول مره اشوفك تنام هيجي؟ قوم نام بسريرك. بابا 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 يا حيدر ما ابقى قوم ادور لحسن لي. عليك هيك حيدر يصير بك يا وشفك صدق كذي انت ابني كبير الغالي هيك يصير الله لا يوفقنا على اللي سويته بك حيدر. انا ضغطت عليك هواي وشددت شفت وبالتالي هذه نتيجتها صارت. بس ما يخاف نبدا صفحه جديده. انا صحيح هذا صار كله بسبب اني كل من هذا الحرص اللي سويته وضاع ابني من وراء هالشغله. قوم قوم خلنا نسبح قول يا الله قوم قوم عيني انت قوم يا معين يا